الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بيكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم طب الأسنان. بصوا بقى، الفترة اللي جاية اللي هي يعني خلاص احنا ما شاء الله داخلين على أواخر الشتاء، الصيف دخلنا، هندخل هتلاقي الناس كلها بتبدأ تحاول ترسم ابتسامة كويس. اللي عنده بقى سنة مفقودة هيدور يعمل لها زراعة. صحيح أنا في رأيي إن ده لازم يحصل طول السنة، ما يبقاش سيزونال يعني، لكن الصيف له بريقه. مناسبات، أنا عايز أبقى بشكلي لطيف، هخرج مجتمع كتير، خروجات كتير، عزومات كتير، يعني لازم ابتسامتي. لأنه يا جماعة خلي بالكم من حاجة، الناس اللي بتفقد سنان لأي سبب إن كان، يعني في ناس بتفقد سنان في ملاكمة مثلا، في خبطات، في حادثة، ليهم حق. لكن في ناس بتفقد سنانهم نتيجة الإهمال، إما إهمال موضعي ما بيروحش لدكاترة السنان وما بيعملش كير وما بيظبطش نفسه وما بيعملش بتاع، أو إهمال سيستميك. إهمال سيستميك يعني إيه؟ يعني في مرض عام في الجسم حضرتك مهمله ما بتعالجوش. المشاكل هتيجي من هنا، أرجوك سدها بأنك تروح للدكتور. ضيفتي العزيزة واحدة من نجوم عالم طب الأسنان النهاردة موجودة، وأكيد هستمتع بالحوار معها كالعادة. النهاردة ضيفتي هي الأستاذة الدكتورة إسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان، صاحبة الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان، ماجستير جراحات الفم والأسنان، الاسم المتميز. أهلا بيك. أهلا بيك دكتور أيمن. أنواع التقويم اللي احنا بنسمع عنها تختلف حسب الحالة؟ يا نهار أبيض، تختلف اختلاف كلي. أحكي لي بقى. مبدئيا نجيب من اول الاطفال. اول حاجه نصيحه من هذا المنبر، لازم نودي اولادنا. انا بالي كتير ما سمعتش الجمله. والله لازم نودي. نصيحه من هذا المنبر. لازم نودي اولادنا لدكتور الاسنان من 6 لـ 8 سنين، اللي هو اول ما بيطلع الاربعه اللي تحت والاربعه اللي فوق. خلاص طلعهم، نجي بقى لدكتور الاسنان، لازم نشوف العضه بتاعته مظبوطه ولا لا. السن ده سن سحري، فإن لو حد عنده عضة معكوسة أو حد عنده بروز شديد في الفك العلوي، وبالذات الأطفال اللي بتحط صباعها في بقها كده أو بتنام بالبيبرونا أو بالتيتينا ولا الحاجات اللي بيحطوها في بقهم بعد السن الطبيعي بتاعها، بيعمل لهم بروز في أسنانهم، وبالذات اللي بيعملوا مص للصوابع وهم نايمين بيحصل مشكلة كبيرة في الفك العلوي من الموضوع دوت. امتى بتقدر تعالج؟ من 6 لـ 8 سنين، اول ما السنان دي تطلع بتقدر تعمل جهاز متحرك تظبط بيه العضه. مش معنى كده ان هو مش هيعمل تقويم لما يكبر، هيعمل، بس ما تبقاش الحاله سيفير ونتائجها مش حلوه. بدل ما انت تمشي طريق نتيجته 30% هتمشي طريق نتيجته 100%. فالسن ده رائع. في ناس هقول لك لا، انت حالتك ما فيهاش مشكله، تعالي لي عند 13 سنه، تعالي لي عند 9 سنين. في ناس اقول لك ابدا دلوقتي حالا. ده بالنسبة لأول سن التقويم. في حاجات تانية، اللي ولادهم بيقعوا على الأسنان الأمامية، دي نصيحة، نصيحة بجد بجد، دي مفتاح لمشاكل كتير قوي قوي. كل الأولاد اللي شفناهم في الحياة وقعوا على طرف الترابيزة، وقعوا على الكرسي، وقعوا على وقعوا من فوق السرير، كلهم، ما فيش حد ما وقعش، كلهم بيحصل لهم تروما في الأسنان العلوية أو الأسنان السفلية أو اتخبط. وفي بقى السن أورادي بتقع خالص، وفي دول لازم يروح لدكتور أسنان أول ما يحصل المشكلة دي أو الوقعة دي، حتى لو ما كانش فيه مشكلة قدام الأم. بتكتشف المشكلة دي بعد 2-3 سنين، بتلاقي أسنان ابتدت تبقى لونها روز أو لونها جراي، ده معناه إن في كدمة داخلية حصلت في السنة. في ناس بتطنش بقى تقولك هو لونه كده، تيجي بعدها ب10 سنين تلاقي سيست أو كيس دهني واخد من النبل الناب، وممكن ناس أكتر ده كانت من إيه؟ من الخبطة اللي خدها هو عنده 8-9 سنين. طيب دي حاجات ألارم، سواء الولد عيط ما عيطش، متوجع ما توجعش، لازم يروح لدكتور ويعمل أشعة مقطعية ويروح ولو ما فيش حاجة إن شاء الله يا رب، يعني هيروح تاني بعد سنة يعمل أشعة مقطعية. لازم يتابع 3-4 سنين من أي خبطة. جالي ولد من كام يوم السنة طارت
الام قالت خلاص مش مشكله، السنه بقى هتطلع تاني، اللي جنبها هتسد مكانها. المهم هو بقى شاب كده جميل عنده 12 13 سنه، السنه القدامانيه ديت مفقوده، اللي يمينها وشمالها ابتدوا يعملوا حرف في، بقى خط النص عنده ملوح وفي في سودا كده، مثلث اسود كده شكله مش مقبول خالص، مفيش مسافه. ده حصل في قد ايه؟ يعني ما بين السنه المفقوده وما بين ال 12 سنه دي؟ حوالي من هو من 8 ل 12 كام سنه؟ أربع خمس سنين. أربع خمس سنين. طنشوا بقى. خلاص اللي ورا طلع والسنان رصت والعض قفلت والدنيا خلاص. محدش يعمل كده. هنعمل تقويم بقى. وصلت لسنه مفقوده، يعني سنه طارت، وهو كان على المرجيحه، سنه طارت، لا ده لازم تروح للدكتور على طول، لازم يحط حافز مسافه عشان لما يوصل ل 18 سنه يعرف يزرعها. لكن قفلت عليه الدنيا خلاص، الوضع بقى الحاله مش هتجيب النتائج اللي انا نفسي اطلعها. عشان كده من سن 6 ل 8 سنين لازم نروح دكتور اسنان نطمن عضته هتطلع مظبوطه ولا لا، ودي مش رفاهيه. لان ما زال مجتمعاتنا بتبص لدكتور الاسنان انه دكتور رفاهيه، لا هي دي مش رفاهيه. لما افضل او ما كل العيال بتقع، يعني هيجرى له ايه؟ زيه زي غيره. لا هو مش زيه زي غيره على فكره. هو في يعني فكره عند بعض الناس في عائلات كده، لما نفضل بنروح لدكتور السنان، يعني لو يعني عندنا يوم كده في وسط مشاغلنا، يعني بيعتبروه رفاهيه حاجه زياده. لا والله هي مش حاجه زياده. وهتلاقي على فكره نفس ما بروحش لدكتور الاسنان، هو برضو لما ابنه بيعيا بيعتمد على انا لحد النهارده لو تعبانه الاقي ناس بتقول لي ايه ده انا خدت دواء بس عجبني او جربيه. تخيل تخيل حد بيقول لي انا كده. يعني ايه خدت دواء يعني أن يصل، ايه خدت دواء حلو خدي. لا وبيتكلموني بمنتهى الحب. انا مقدره ان دوت حب، بس ده غير علمي. ده مش حب خالص. ما فيش حاجه اسمها انا جربت دواء، هي مش بدله جربتها عجبتني، جرب اللون ده على وشك هيليق. مفيش حاجه اسمها كده. ده انت عارف حتى لو في البدل وفي اللبس اللي ممكن يليق عليك ما يليقش على غيرك. فيعني مفيش حاجه اسمها كده جربت دواء وعجبني قوي، لا مفيش الكلام ده. طيب القضيه المشهوره قوي احنا قعدنا فيها فتره طويله كانها خناقه ما بين الزراعه والتركيبات، لدرجه ان انا شفت حوارات فيها نوع من يعني الصدام ما بين دكاتره الاسنان وبعض، انه في ناس بتشتغل تركيبات تقول لك ان انتوا بتتكلموا عن الزراعه وكمان لو كانت الزراعه هي يعني الملاك الساحر والتركيبات هي الشيطان الفاجر، وبتوع الزراعه يقولوا لا الزراعه احسن من التركيبه. الناس بتشتغل الاثنين او بيشتغلوا قال لك ما هو ده حسب الحاله. انا عايز افهم القضيه، يعني الحكم العدل في الزراعه والتركيبات ولا مش المفروض ان احنا نحط الاثنين ضد بعض؟ لا بس هو الحاجه لما تحتار رجعها لاصلها. صح؟ انت احترت في حاجه شوف الاصل بتاعها كان ايه. هو ربنا الاصل بتاعه خلق لك السنان 1 باي 1 ولا خلقهم كلهم يونايتد 1 بيس؟ لا 1 باي 1 خلاص الاصل في في خلق الاسنان 1 باي 1 بس خلاص. يبقى انت كده رجعت 1 باي 1 يعني واحده سنه سنه. يعني اي حاجه ارجع للكتالوج، الكتالوج بتاعك نازل ايه سنه سنه، يبقى انت هترجع للكتالوج هو ده احسن حاجه. لكن طول ما انت ركبت كوبري يعني انت وصلت عدد من الاسنان ببعضها. يعني ربطت مصائر ناس ببعضها، بمعنى ان انت لو بتعدي الشارع وفي ايدك في الجنبين اتنين بني ادمين معاك وانت جرى لك حاجه، هيجرى لهم هم حاجه ولا هم هيعدوا؟ لا طبعا هيجرى لهم نفس الحاجه. فانت ربطت مصائر ناس ببعضها او ربطت مصائر اسنان ببعضها ليه؟ طب ما تفصلهم، كل واحد ياخد مصيره لوحده، ما ياخدش معاه اتنين تلاته. بلس اكتر حاجه بتعمل ريحه، اكتر حاجه بتضطر تعيدها تاني دائما. التركيبات من الحاجات اللي بعد فتره هتعيدها تاني، الزراعه لا. بس مش معنى كده ان انا بشجع اتجاه واحد، لا انا بشجع العوده الى الطبيعه الا في حاله واحده، لو هنعمل زراعه فك كامل ده تكنيك تاني باعتقادات تانيه بطريقه تركيب تانيه هتوصلك انها هتكون زي الطبيعي واحسن، لانها بتتعمل على شاسيه حديد فدي بتبقى قوية جدا تقدر تاكل عليها زي الفل. بس ما ينفعش تقول في زراعة الفك الكامل تعمل زرعة ما تقدرش. أولا ماديا، ثانيا علميا. علميا ما تقدرش تجيب باراليزم أو توازي ما بين 14 ضرس في الفك، مستحيل.
ثانيا كوست عالي جدا، فهي مش مقبولة في الفك الكامل، لكن طول ما انت بتشتغل على جزء من الفك الزراعة هي الافضل من التركيب. ايه يعني يعني الحل او الوضع او التقييم او الكونكلوجن اللي تعالى على حالة اهملت فقدت سنانها ثم تآكل العظم برضو بسبب الاهمال؟ طيب الحالة دي ينطبق عليها اللي حضرتك بتقوله ان في انحسار في العظم او العظم تآكل بنسبة كبيرة نتيجة ان هو ماشي بدون اسنان لسنوات. فاللي دايما بياكل على اللسة او بالبلد اللي عليها دراضير، الدراضير ديت او اللسة بيحصل لها انحسار، لان انت بتنزل عليها فورسز بكمية كبيرة، وهو ربنا ما خلقش اللسة يتاكل عليها. هو في اسنان هارد ستراكتشر هي ديت اللي بناكل عليها، فكون بتاكل على اللسة دي حاجة بتخلي العظم يتآكل، لان انت ماشي بفورس مش في اتجاهها خالص. دايما احنا شايفين قبل وبعد. بص الجمال. لا جمال، لا بقه زراعة فك بالكامل. طبعا بقه فتح خلاص بقى، عارف يضحك، عارف يعيش حياته. لا موضوع مختلف. بس في حاجات علشان تجيب العضة الرأسية ديت هتحتاج تعمل زراعة عظم، وده شيء على فكرة ما يخوفش، بس هي مرحلة لابد منها، otherwise هتفضل طول عمرك من غير سنان، ولا عارف تاكل، ولا عارف تضحك، ولا عارف تكلم احفادك، ولا ولا ولا. ليه كل ده؟ علشان كلمه زراعه عظم. زراعه عظم دي مش حاجه مخيفه، العظم ده بيبقى حاجه زي بودره، يا اما البودره ديت انا باخدها من منتج عالمي معترف بيه طبعا، يعني بشتريها، يا اما بشتريها وبخلطها على عظم باخده انا من الفك من ورا، ما بيحسش العيان بحاجه، زيها زي ما تكون بتحشي ضرس، موضوع مش ضخم لهذه الدرجه. بس بعد عمليه زراعه العظم لازم بيحصل نوع من انواع التورم، ولازم يبقى فيه شويه وجع زياده. بس احنا بنعمل ايه؟ بندي ادويه من اول يوم قويه بحيث يعدي اول يومين ثلاثه خلاص الموضوع عدى. لكن احنا هنفضل خايفين ان احنا نعمل موضوع زراعه العظم لحد لما نعيش عمرنا كله مش قادرين ننضغ لقمه ولا نحس بطعم حاجه، لا ده شيء مش مظبوط. تقييمك هل الناس بدات يعني تستوعب قيمه واهميه عمل الاشعه المقطعيه، ولا لسه في ناس تقول لك يعني ما نعمل اشعه عاديه احسن؟ لا والله لسه كتير للاسف. يعني انا مثلا لو جالي في اليوم مثلا 10 15 بني ادم، هتلاقي ال 10 تلاقي مثلا واحد منهم معاه مقطعيه والباقي كلهم بانوراما، اللي هي الاشعه العاديه. الاشعه العاديه، والناس برضو مش مستوعبه حتى هذه اللحظه ان الاشعه ديت البانوراما مش بالقوه اللي الناس متصوراها. هي زي عينيا بس ممكن يبقى نظر اقوى شويه من نظر البني ادم، بس انت لو نظرك قوي خلاص انت هتشوف زيك زي البانوراما. البانوراما مش حاجه ساحره خالص يعني. وبعدين مثلا الاشعه المقطعيه، لو مثلا شفت المثال اللي انا حطاه مثلا او اللي حضرتك عرضه على الشاشه، انا ازاي هعرف بعد الجيب الانفي، وهعرف ازاي العظم المتبقي من غير ما اقراه مقطعيه، يعني مقطع يعني بقطع في العظم كده رقات طول وعرض. ما تظهرش المقاطع دي في البانوراما. في بعد ثالث انت ما تعرفش عنه حاجه. يعني انت في البانوراما هتقول لك هنا في زرعه، طيب الزرعه دي قريبه ناحيه الشفه اكتر ولا ناحيه سقف الحلق اكتر؟ مش هتعرف. طب الزرعه دي علاقتها ايه باللي جنبها من حيث الجدر؟ مش هتعرف. في اكتر من عامل مش هتعرف تقراه من البانوراما. المقطعيه تقرا لك كل حاجه. واكم من ناس عندها سنان مدفونه ما كانتش تعرف انها موجوده اصلا غير من الاشعه المقطعيه. الاشعه المقطعيه مهمه جدا يا جماعه، مش رفاهيه، مش تكلفه زايده، بالعكس انا شايف الاشعه المقطعيه هتوفر فلوس. صح، هتوفر، لان ممكن جدا انا وانا بعمل اشعه بدل ما انا رايح يمين هعمل تجميل واعمل مش عارف ايه، لا هقول يا جماعه قبل ما اعمل التجميل لازم اتعامل مع كيس دهني، او مع بدل ما اعمل التجميل والاقي كيس دهني بعد كده يبوظ لي الدنيا. صح. يعني مثلا من الحاجات اللي انا يعني دي من الحاجات اللي انا فاكراها كويس قوي، في جالي شاب حوالي 16 17 سنه عنده السنه القاطع الجانبي دوت طالع لبره، فمامته جابته وعايزه تركب له بس طربوش وتبرد السنه دي وترجعها مكانها تاني. انا لان انا من الناس انصار الاشعه المقطعيه قلت اصور اشعه. انا بصور في معظم الحاجات، انا ببقى دايما
عندي احساس الشك ان في حاجه ممكن تبقى مش عاديه. وفعلا احساسي طلع صح. اشمعنى السنه دي في البق كله اللي طالعه لبره كده؟ اشمعنى يعني اشمعنى دي؟ فاكتشفت ان الناب ما نزلش اصلا، والناب دوت هو اللي داخل ورا الجدر بتاع السنه دي وكلها، وهو اللي غير الاتجاه بتاعها. طيب هل هي بقى كانت عارفه؟ هي مش متصوره كل ده؟ لا، هو قبل اي حاجه اشعه المقطعيه. ولو قدر الله ان المريض يا رب يعني ما يكونش عنده اي مشكله، ده خير، ادينا اطمنا ان مفيش مشكله. لكن لو انا بقى عملت زي اي دكتور، طب حاضر يلا اعمل، طب ما هو في ناب عمال ياكل في الجدر بتاعها، هيوصلها ان السنه ديت خلاص الجدر بتاعها هيتاكل وتلخلخ. ما ينفعش. واول ما هتيجي تعمل علاج عصب مش هتعرف توصل الجدر، ان الجدر طولته بتاكل. فده قرارات غلط كان ممكن نبعد عنها لو عملنا بس اشعه مقطعيه. انت عارفه في ناس كتير ما بتضحكش، بس كتير بتضحك ازاي؟ يعني لما بيضحكوا غصب عنهم بيضحكوا وهم قافلين بقهم، او يعملوا كده، او يضحكوا وهم قافلين بقهم كده. هو ما بيسترزلكش، هو بيضحك مش قادر يفتح بقه. من ضمن الناس اللي ما بتضحكش خالص، قافله بقها، ولما بتيجي تتكلم كمان ممكن ما تتكلمش، تخاف تتكلم يعني، اللي عندهم سنان زي دراكولا. اه طبعا سنان زايده دي بالنسبه للبنات كمان. لا دي اتحرك ما نزلتش. لا، الناب بيبقى ستيف قوي في الشكل بتاعه، فبيدي شكل مش زي جميل كده. اه ده دراكولا. او اتحبس في مكان ما، ما عرفش يكمل طريقه. ايوه في حاجه حبست الطريق. انا شورت لك قلت لي اندرستندد. لا هو ده شكل بيبقى وحش قوي بجد لو بنت كمان. وكمان وبيبقى باين على فكره هو قافل بقه او فاتح بقه، يعني المنظر بيكون ملفت جدا. بتلاقي الدنيا كلها دي ودول واقفين كده. بيرفع الشفايف. لو بنت بيبقى اوفيس قوي، بيبقى بيزعل جامد يعني. انا عايز اقول لك ان دي من اسهل الحالات اللي ممكن تعالج. بص بقى في سقف الحلق، بص في سقف الحلق في سنه واقفه في سقف الحلق كده، عارف اخطات ضلت طريقها، ضلت طريقها واقفه وملهاش مكان. والناب بص طالع لبره ازاي في ناحيه اليمين، طالع بدرجه. انا عايز اقول لك ان الحالات دي من الحالات اللي انا بستمتع جدا لما بتجيلي، انا مبسوطه بيها قوي. الحالات دي بتدي شكل حلو جدا، بتفرق مع نفسيه المريض جدا. مبدئيا علشان بس نكون عارفين، احنا كنا بنتكلم على انواع التقويم. التقويم في تقويم متحرك وفي تقويم ثابت. التقويم المتحرك المتعارف عليه دوت بيكون في السن الصغير. طول ما انت بتشتغل في الانياب زي الحاله اللي حضرتك عرضتها دي، انت بتتكلم في تقويم ثابت. ليه؟ لان الناب من اتقل السنان في الحركه، همحتاج فورس. اتقل اصعب يعني. اتقل يعني هيفي، ستيف. ستيف عنيف. ليه؟ عشان ربنا خالق فوق الناب عظمه كبيره كده مغطيه اسمها كناين ايمينانس. يعني النياب دي ربنا مديها كفر عظم غير الاسنان كلها. ليه بقى؟ مش ترفع الوش. والله شاطر. طب اقوم اروح بقى. انا شايفه ماليش لازمه كده في القعده دي. انا جامد قوي ومش عايز اقول لكم ان انا يعني ايه قادم اليكم بقوه في عالم طب الاسنان. ترفع بقى الوش ليه؟ عشان تدي شكل الشباب. عشان كده اول ما الشخص او المريض يخلع الانياب تلاقي وشه طبق على طول. نزل. نزل طبق خلاص نزل. كل الناس تشوف تقول لأي حد كده. حط لأي حد كده ورقتين مبرومين كده في الجنبين كده واتفرج على الشكل، هتلاقيه شكله فرد. فالناب بالذات من الحاجات في التقويم اللي تقيلة في حركتها علشان الكناين ايمينانس أو العظم الكتير اللي حواليه. فده لازم تقويم ثابت. ليه؟ عشان تقدر تحرك الناب ده توديه مكانه، وإلا هتلاقي إن الناب هو اللي خد السنان ومشي في اتجاه تاني، تلاقي السنان لفت معاه، لان هو اتقل السنان في كميه العظم اللي حواليه. شوف ده تقويم. بص النتيجه جبناها ازاي. فقد ايه الوقت كل اللي في ال بص انا ما عنديش يعني فيري رير الحاجه تعدي سنه ونص. فيري رير. حلو. فيري رير قليل قوي. ممكن اخلصها اسرع من كده، بس دي ما خدتش اعتلي سنه، ما خدتش وقت طويل. بس الناس بقى بتشيل هم كلمه تقويم وسنه دي، انها ان ده عمر. لا هو سنه مش عمر. هو مش قاعد في السنه في العياده، هو بياخد الحاجات وبيروح خلاص. بالظبط. يعني انت بتروح للدكتور مره كل شهر، يعني لما تيجي تحسبها تلاقي 10 12 زياره. ما مره كل شهر ايه يعني؟ هروح اقعد ساعه عند الدكتور مره كل شهر؟ الناس بتضيع وقت في حاجات غريبه يعني. بالظبط والله. يعني انا في مره كده هعمل حلقه ما هي الاشياء البديله للذهاب الى الاطباء، غير يعني غير مثلا قاعده على الكافيه، خروجه ملهاش لازمه، قاعده مع اصحاب ننام. السينما حلوه. السينما دي بتاخد لها مثلا خمس ساعات في اليوم. ماشي السينما حلوه،
يعني السينما بس مش 4 5 ساعات في اليوم، بتطول بتضيع اليوم قوي. انا ما بعرفش اتفرج على الافلام في السينما، انا بحب اتفرج على الافلام في بيتي يعني، بستنى الفيلم ينزل. ماشي، بس دي حاجات فرديه، بس الناس كلها بتعتبرها خروجه ويوم وغدا وبتاع، بس انت لو حسبتها كتايم هي بتاخد اراوند 5 6 ساعات في اليوم. طبعا مش رقم صغير. لا ما ينفعش ان انا فيلم سينما ونروح للدكتور وبشوف 5 6 ساعات والله. اعتبر ان دي عزومه، انت يعني اتعزمت بالظبط كده. اتعزمت عند الدكتور. لا بس هي بتفرق جد جامد جدا 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 مع المريض، ان انت تقعد تفهمه ان السنه دي انت مش مقيم في العياده، انت بتيجي مره كل شهر، ان الموضوع فعلا هيفرق معاك في الفيوتشر. وسنه في عمر الانسان على فكره ولا حاجه يعني، ولا حاجه، مش رقم مرعب، بس بتفرق كتير في عمره كله. طيب تجميل الاسنان، تجميل الاسنان ما بين الشكل الجمالي والابتسامه والسمايل والكلام الحلو اللي بيتقال وبين الضروره الطبيه، هل التجميل، هو سؤال انا عارف اجابته بس عايز اسمعه بالتفصيل منك، له قيمه طبيه صحيه على الانسان؟ طبعا. هو يعني احنا مثلا لما نيجي نتكلم التجميل الاسنان يعني ايه؟ يعني واحد عنده سنان اوفر كراودد او مش في مكانها، هتعمل فود امباكشن يعني هتدخل اكل ما بين الاسنان، هتسوس الاسنان، مش عارف ينطق، مش عارف يمضغ، دايما بطنه تعبان عشان مش عارف يندغ الاكل، كل دوت مش فوائد صحيه. لا طبعا فوائد صحيه. يعني التقويم ده من الحاجات اللي انا شايفاها اساسيات، ما تنفعش يعني، ما ينفعش تدرجها تحت بند التجميل، بس هي اوريدي مدرجه تحت بند التجميل، بس هي لا هي اساسيات. ما لما السنان دي كلها تبوظ وتتكسر، عضه معكوسه وعمالين تفرم في السنان، هتتكسر هتتدغدغ وفي الاخر هيضطر ان هو يخلعها مكسره يعني. ده حاجه ما اعتقدش ان ديت حاجه بسيطه يعني. ايه تاني في التجميل؟ ان انت تعمل زراعه فكه كامل دي حاجه قليله؟ لا طبعا، ما تدركش طبعا التجميل، دي اساسيات. مثلا هوريك حاله زي كده ديت. بص السنان الاماميه فلين كده حاجه طايره. السنان الاماميه العلويه اولا لونها مختلف، ثانيا قصيره، ثالثا مفتحه من فوق عامله كده. هي دي تدرج ناحيه انها حاجه تجميليه، بس انت لو جيت لي الحق هي فعلا ما تقدرش تخرج، او بتبقى شايله هم قوي انها تقابل الناس. الحياه ما بتبقاش ماشيه في مسارها الطبيعي، والفروقات اللي ما بين السنان هتمباكت الاكل وتعمل فروقات، وخلي بالك حجم الاسنان قصير قوي. السنان دي كلها لازم تتظبط، لازم الوضع دوت يتغير توتالي. انت انا بحس انك تدي شكل حلو للاسنان دي بدايه حياه. يعني بحس ان انت بتقدر تعيش. بص بقى الفرق بعد ما خلصنا، بص الفكين، لا ده كانك بتتكلم في قطع لولي، لا الدنيا اتغيرت توتالي. ده تقول عليه ان ديت حاجه رفاهيه؟ لا انا مش بشوفها رفاهيه. انا ما بقولش رفاهيه، بتكلم على التجميل والجانب الجميل في التجميل غير الشكل، الرعايه الصحيه طبعا. لكن رفاهيه عمر ما في حاجه في طبعًا. الطب اسمها رفاهيه طبعا. رفاهيه دي ان انا اجيب طقم جديد في البيت يعني. اغير طقم واجيب طقم غالي شويه في البيت، رفاهيه ان انا في الايام الحلوه دي اجيب عربيه جديده يعني. بالظبط كده، دي رفاهيه بقى. لا اركب عربيتك اللي معاك دلوقتي احسن. خليها زي ما هي. طيب هسالك سؤال بس بالامانه يعني، تبييض الاسنان هل اصبح في حاله يعني تاخر تراجع؟ بص انا بحب الامانه جدا جدا في اي سؤال بتساله. التبييض انا مش من انصاره. ما انا بسالك ليه؟ لان انا عارف ان التبييض له متخصصين، اللي هو تبييض الاسنان له ناس ومتخصصين متحمسين له، ولا انت شايفه ان تبييض الاسنان مش تخصص اصلا؟ مش تخصص؟ لا يعني دي حاجه كده. انا قعدت مع ناس قال لي انا تخصصي يعني بشتغل تبييض اسنان. لا ده مش تخصص. مش تخصص؟ لا يعني مفيش عندنا قسم اسمه قسم تبييض الاسنان. مفيش كده، مفيش حاجه كده، مفيش حاجه اسمها ماستر تبييض اسنان. فهو مش تخصص اصلا. هي حاجه زي ابديت كده حصل في الاسنان لطيف، بس لازم الناس تبقى فاهمه هو بيعمل او انت بتعمل ايه. دي حاجه مهمه. تبييض الاسنان دي ماده انت بتحطها على سطح الاسنان. دي مثلا حاله تبييض. بص انت عندك السنان اللي فوق يمين تكاد تكون فيها بقع بني، السنان لونها مش واحد، لونها مش فاتح. اصر يعمل تبييض انا ما عنديش مشكله، بس انا بفهم اللي قدامي ايه اللي هو بيعمله. انت بتجيب ماده بتحطها على اسطح الاسنان،
بتعمل كيميكال رياكشن. كيميكال رياكشن دوت بتعمله يا اما كيميكال يا اما بالضوء يا اما يا اما يا اما. فبتعمل ايه؟ بتدي لون افتح للاسنان وبتشيل كل الستينز والديبريز اللي داخله جوه طبقه المينا بتاعه الاسنان. تقدر تطلع منها شكل لطيف، لكن عيوبها ايه؟ يعني هو دوت اللون اللي وصلنا له. ممكن حضرتك تكون شايفه جميل، انا مش شايفاه جميل، انا مش شايف السنان يعني مش حلو. لا بس في الناحيه اليمين كانت السنان ستينز وعليها تصبغات لونها يعني بني. احنا نقلناها من سوء بنسبه 100% الى 50%. مظبوط. لو بصيت لا هو اتغير الشكل شويه، بس المشكله بقى الشكل الرأس. ده الرأس مش حلو. الرأس طبعا في فراغات. هو مهما انا مش بحس عملنا حاجه يعني انا بحس 50% إن اه انت مش عايزه 50 انت عايزه 100% بالظبط كده. وانت في كل الاوضاع انت هتدفع فلوس، سواء عايز 50 عايز 100 هتدفع فلوس. طب ادام هتدفعها ادفعها في الاحسن مش في الاقل، مش في الاقل، دي سياستي انا. بس بيني وبينك احنا في اليومين دول في ناس كتير يعني 50% تمشي خلاص. ادم هو عارف ان هو دافع على 50% تمام. بس انا كاسراء انا ما بحبش اعمل الحاجه، انا ممكن استنى وادبر مادياتي واظبط مادياتي واعمل ال 100%. اوكي يعني تمام. احنا بنتكلم على حاجه متأخر شويه، حاجه ما عملتهاش 40 سنه، ما فرقتش 40 سنه وثلاث اربع شهور. لكن انا ليه يفرق معايا ان انا اعمل حاجه بعد ست شهور هتلاقي كل ده نزل تاني واللي انت عملته ما بقالهوش قيمه. تحس بايه بقى ساعتها؟ تحس ان انت دفعت فلوس في الهواء. فانا كتبييض انا مش من الناس اللي بتميل للتبييض ده بلس، والناس لازم تفهم بلس دي كويس قوي. مش كل الناس ينفع لهم تبييض اصلا، المريض ده ينفع له تبييض. طيب ايه العوائق؟ العوائق ان احنا لو عندنا سنان مفتحه لازم تتحشي الاول وتتقفل، لو عندنا سنان متركبه مش هينفع تعمل تبييض، عشان الناس بتيجي تقول كلام ان انت هتعمل تبييض، او الدكاتره بعض الدكاتره بتقول لك هتعمل تبييض مهما كان الوضع. لا هو مفيش حاجه اسمها مهما كان. لو عندك الليثه بتنزف وحالتها مش كويسه، لو عندك مشاكل في طبقه المينا عموما زي الامراض مثلا في فلوروزس، يعني في زي حاجه زي بطش بيضة في السنان، في حاجات سنان مبطشه فيها خطوط بالعرض، فيها عيب خلقي زي طبقه المينا مش متكونه، المشاكل دي كلها ما ينفعش معاها تبييض. اللي عايز يعمل تبييض لازم تكون سنانه ساوند مقفله سليمه 100%. تمام عرفت هات لي بقى هذا الشخص. خلاص عرفت ان انت ما تحبيش التبييض. تمام هروح بقى ليه؟ عارفه اللي ياخد المركز الاول في مشاكل الاسنان في المصريين ايه؟ الفراغات. فراغات أيوة. ما بين السنان. فراغات دي تاخد مركز متقدم جدا. صح. جدا. ان السن بينه وبين السن فراغ من زمان، عارفه من زمان قوي. وعرفت ليه من زمان؟ لما تفرج على افلام الابيض والاسود بتاعت زمان، وخصوصا افلام الستينات، لانه في افلام الستينات كان الكادر الكلوز بدا يظهر قوي، فكان بيجي على سنان الممثلين النجوم تلاقي فراغات باينه قوي في النجوم البيج ستار في الوقت ده. وطبعا من الواضح انه في الخمسينات والستينات كان فكره ان حتى النجم يروح لدكتور سنان دي كانت صعبه، قليله. ودكاتره السنان كانوا قليلين. كان دكاتره السنان فين وفين يعني، بتلاقي دكتور، رغم ان دكتور السنان موجود من ايام سلفني 3 جنيه. فاكره فيلم سلفني 3 جنيه؟ هقول لك كسار. موجود من زمان، من قبل 60 سنه. لا ده سلفني 3 جنيه ده اول سنة. اول كليه طب اسنان كانت سنه كام؟ لا 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 ده سلفني 3 جنيه ده انتاج سنه 37، فيلم انتاج 37 1937. زمان يعني أوي. يعني يقترب من 90 سنه فاتوا او اكتر. طب اعتقد ان اول كليه طب اسنان كانت سنه حاجه و60، يمكن اوائل الستينات. ما اعرفش اوائل الستينات تقريبا، ما اعرفش. طب يعني اول طب، بس يعني انا بتكلم في طب الاسنان. انا بكلمك على ايه؟ دكتور سنان قاعد وتمام وعياده وشفتي سلفني 3 جنيه؟ شفت سلفني 3 جنيه. علي الكسار. اصل انا عشيق علي الكسار. أيوه. بحب اقول الحاجات القديمه يعني. فانا بقى عايزك تحكي لي كيف نتعامل مع الفراغات. اول حاجه لازم نعرف سبب الفراغات، علشان الناس بتبقى عندها كونسبتس ان اي فراغ فهو قابل ان احنا تسد لي الفراغ. تسده ازاي؟
في فراغات بتتسد وفراغات ما بتتسدش بالطريقه اللي الناس عارفينها. طيب فراغات في الاسنان الخلفيه وبتدخل معانا اكل، لازم نشوف الاول دي فراغات طبيعيه ما بين الضروس ولا دي نتيجه تسوس ففتح السنه. فراغات طبيعيه في الاسنان الاماميه دي ممكن نحلها. بصي حاله الفراغات دي جميله جميله جميل. كل سنه بينها وبين التانيه شارع بجد. جميله نشتغل فيها. جميل. تعبير شغل يعني يا جماعه. انا زي ما بيجي لي حاجه بشوفها يفرح كده. عارف زي ما بيجي لي حاله واحد بس عنده خلل هرموني مالتيبل كده يعني، فانا حاله سريه، فناس الراجل يقول له لا بالنسبه لي انا ترضي غروري العلمي، لكن بالنسبه لك انت نصيبه سوداء الاقي غده نخاميه بايظه. لا وايه بقى عندك الفراغات اليمين مش قد الشمال، يعني انت كمان هتفكر تسد يعني ده وده. انت هتلاقي يعني الفراغات بالسنتي، ما ده فراغات بس الفراغات سببها ايه؟ لا هنا جيناتك، هنا جيناتك. مع بعض الناس بتبقى في سنان اتخلعت بدري فحصل ان السنان ابتدت تفتح من مكانها. بس موستلي بتبقى جيناتك. يعني بص بقى، بص الجمال بقى، انت قفلت عملت يمين قد شمال، غيرت مستوى العظم. لو تاخد بالك البيفور بتاعها كانت الانياب قصيره لونها مختلف، في سنان طويله قوي، سنان قصيره قوي، سنان طالعه لبره. لو تاخد بالك الاثنين القدامانيين طالعين لبره، الباقي راجع عنهم لورا. الفراغات مش ايكوال، يمين مش قد شمال. لا 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 الدنيا لا فرقت 200% مش 100%. فانا بحب الحالات ديت قوي. نورتي. ميرسي يا ضيفتي العزيزه الاستاذ الدكتور اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان وصاحبه الدبلومه الاسبانيه وماجستير جراحات الفم والاسنان، كانت ضيفتي كالعاده المنوره في الناس حلو. خليكم مع الناس حلو.